سلمنا مما نغشى إلى الخلق يا الله يا من جاء المكروه يا غوثاه سلمنا مما نغشى واجد لنا بالنعم الكثيرة واغننا بالمنن العظيمة سلمنا مما نغشى إلى الخلق يا الله يا من جاء المكروه يا غوثاه سلمنا مما نغشى واجد لنا بالنعم الكثيرة واغننا بالمنن العظيمة سلمنا مما نغشى إلى الخلق يا الله يا من جاء الملهوف يا غوثاه سلمنا مما نخشى أول لنا العمر على العبادة بالفضل والخير مع السعادة سلمنا مما نخشى إلى الخلق يا الله يا من جاء الملهوف يا غوثاه سلمنا مما نخشى ربنا سلمنا وأجرنا واشفنا وعافنا ونجنا سلمنا مما نخشى يا الخلق يا الله يا من جاء الملهوف يا غوثاه من فتنة الأسقام والهموم والكرب والعناء والغموم سلمنا مما نخشى إلى الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوثاه سلمنا مما نخشى واحفظنا من جملة الآفات وفتنة المحيا والممات سلمنا مما نخشى إلى الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوثاه سلمنا مما نخشى للأهل والأزواج والبنين ووالد كذا ومن يلينا سلمنا مما نخشى يا الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوثاه سلمنا مما نخشى من جملة القريب والأصحاب وجميع الجار والأحباب سلمنا مما نخشى إلى الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوثاه سلمنا مما نخشى واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا سلمنا مما نخشى إلى الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوثاه سلمنا مما نخشى واسقنا الغيث الذي قد يهطل برحمة منك لنا قد ينزل سلمنا مما نخشى إلى الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوثاه سلمنا مما نخشى واجعل به مصححا مدرارا أنبت به الزروع والأشجار سلمنا مما نخشى إلى الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوثاه سلمنا مما نخشى وادفع به القهط والفناء وصولة الزمان والبلاء سلمنا مما نخشى إلى الخلق يا الله يا من جاء الملهوف يا غوثاه سلمنا مما نخشى وادفع عنا كل من عادانا وكل من بضره نوانا سلمنا مما نخشى إلى الخلق يا الله يا من جاء الملهوف يا غوثاه سلمنا مما وجد لنا برحمة العميمة وأحينا بالنعم الجسيمة سلمنا مما نخشى إلى الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوثاه سلمنا مما نخشى وجد لنا برحمة العميمة وأحينا بالنعم الجسيمة سلمنا مما نخشى إلى الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوثاه سلمنا ونجنا من خجلة سؤاله بأفضل الغنى وبالنوال سلمنا مما نغشاه إلى الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوثاه سلمنا مما نغشاه وارفعنا بالجاه والمقدار والعفو والإيمان والأسرار سلمنا مما نغشاه إلى الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوثاه ونجنا من أقبه الخصال وذلة الأقوال والأفعال سلمنا مما نخشى يا الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوثاه واجنب لنا بكل ما يسرنا واحفظنا من كل ما يضرنا سلمنا مما نخشى إلى الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوثاه سلمنا مما نخشى واجد لنا يا واسع النوال ميزاب الرحمة والوصال سلمنا مما نخشى إلى الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوثاه سلمنا مما نخشى ونكر بالويل والخسران مكايد الجان والإنسان سلمنا مما نخشى إلى الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوثاه سلمنا مما نخشى واقبض روح كل
المعاند وألق الشيطان والمراسد سلمنا مما نغزاه إلى الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوصاه سلمنا مما نغزاه عجل لنا الجواب والقبول وأنلنا المقصود والمأمول سلمنا مما نغزاه إلى الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوصاه سر سر ذاتك المنزهة ومثل ذا صفاتك المعظمة سلمنا مما نغشاه إله الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوصاه سلمنا مما نغشاه بمظهر الأسماء والأنوار بما احتوت عليه من أسرار سلمنا مما نغشاه إله الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوصاه بسر سر عالم العماء بما خفي في عالم الهباء سلمنا مما نغشاه إله الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوصاه سلمنا مما نغشاه بعظم الأسماء كذا فعواه بسر سره بما حواه سلمنا مما نغشاه إله الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوصاه سلمنا مما نغشاه سبعة الحنائر المسونة في سبعة الدوائر المكنونة سلمنا مما نغشاه إله الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوصاه سلمنا مما نغشاه حقائق كذا المساعدة في عالم الغيب كذا المشاهدة سلمنا مما نغشاه إله الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوصاه سلمنا مما نغشاه ومثل ذا التهذيب والوسائم والجمع والتذويب والرسائم سلمنا مما نغشاه إله الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوصاه سلمنا مما نغشاه بسر ما حرك بالدوار بسبعة من أنجم السيار سلمنا مما نغشاه إله الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوصاه سلمنا مما نغشاه كشف كذا الشهود بما زواه الصحو الوجود سلمنا مما نغشاه إله الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوصاه سلمنا مما نغشاه جمع الجميع كذا المراقبة بمظهر الجميع وبالمعاقبة سلمنا مما نغشاه إله الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوصاه سلمنا مما نغشاه بسر الوصل وبالبقاء بوصل الوصل وبالفناء سلمنا مما نغشاه إله الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوصاه سلمنا مما نغشاه بما جرى في حضرة العندية بما حدوت حضرتك القدسية سلمنا مما نغشاه إلى الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوصاه مركز الدائرة المشيرة لوحدة المظاهر الكثيرة سلمنا مما نغشاه إلى الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوصاه بسر القدرة والإرادة والسير والسلوك والإعادة سلمنا مما نغشاه إله الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوصاه سلمنا مما نغشاه بما هواه عرشك المحيط بما طوى كرسيك البسيط سلمنا مما نغشاه إله الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوصاه مما نغشاه والفلك الجزئي والكلي من سائر الحاوي كذا المحوي سلمنا مما نغشاه إله الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوصاه سلمنا مما نغشاه بالجبروت كذا اللاهوتي بعالم الأسنى كذا البهمودي سلمنا مما نغشاه إله الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوصاه سلمنا مما نغشاه سيد العلوي والسفلي من عالم الجزئي والكلي سلمنا مما نغشاه إلى الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوصاه سلمنا مما نغشاه من قد هوى هوية الأشباح وقد زوى ماهية الأرواح سلمنا مما نغشاه إلى الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوصاه سلمنا مما نغشاه لآله الأماجد الأبرار بالخلفاء الأربعة الأخيار سلمنا مما نغشاه إله الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوصاه
وسلمنا مما نخشى ومثلهم بقية السحابة بار الهدى والمجد والإنابة وسلمنا مما نخشاه إلى الخلق يا الله يا من جاء المرء في أوصاه سلمنا مما كذا كآل البيت والأزواج شمس الأسرار كذا المنهاج سلمنا مما نخشاه يا الخلق يا الله يا من جاء المرء في أوصاه سلمنا مما نخشاه يا أهل ذوي الأيقان والبدر والبيعات الرضوان سلمنا مما نخشاه يا الخلق يا الله يا من جاء المرء في أوصاه سلمنا مما نمرة منهم وهم معشرة أعني بهم صحابة مبشرة سلمنا مما نغشاه إلى الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا أوصاه سلمنا مما نغشاه ذوي العزم ذوي الحقائق بار العلى الأفاضل الخلائق سلمنا مما نغشاه إلى الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا أوصاه سلمنا مما نغشاه بشملة الرسل وبالأملاك للأسرار كذا الهوة الإدراك سلمنا مما نغشاه إلى الخلق يا الله يا من جاء المنهوب يا غوصاه سلمنا مما نغشاه يا حي يا قيوم يا ودود يا واجب الوجود يا معبود سلمنا مما نغشاه إلى الخلق يا الله يا من جاء المنهوب يا غوصاه سلمنا مما نخشاه يا حي يا قيوم يا ودود يا واجب الوجود يا معبود سلمنا مما نخشاه إلى الخلق يا الله يا من جاء المنهوب يا غوصاه سلمنا مما يا عالم السر بلا عبارة ولا دلالة ولا إشارة سلمنا مما نغشاه إلى الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوصاه سلمنا مما يا من لا يعجزه سؤال عنه ولا يغضى كذا الأحوال سلمنا مما نغشاه إلى الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوصاه سلمنا مما نغشاه يا من لحائر به ناداه قد يجعل المخرج في حماه سلمنا مما نغشاه إلى الخلق يا الله يا من جاء المنهوب يا غوصاه سلمنا مما نغشاه أنت الذي يغني عن السؤال بالجود والعلم بالأحوال سلمنا مما نغشاه إلى الخلق يا الله يا من جاء المنهوب يا غوصاه سلمنا مما نغشاه عبد القادر الجيلاني قطب الوجود هيكل النوراني سلمنا مما نغشاه يا الخلق يا الله يا من جاء المنهوب يا غوصاه سلمنا مما نغشاه سر سر اللوحاني بجاه مقداره السمداني سلمنا مما نغشاه يا الخلق يا الله يا من جاء المنهوب يا غوصاه سلمنا مما نغشاه قطبك الأعظم الأروس ملجأنا في الضيق بالنفوس سلمنا مما نغشاه يا الخلق يا الله يا من جاء المنهوب يا غوصاه سلمنا مما نغشاه سر أسراره السريعة كسرعة البوارق العظيمة سلمنا مما نغشاه يا الخلق يا الله يا من جاء المنهوب يا غوصاه سلمنا مما نغشاه بشاذ لي من له الفضائل قطب الأماثل كذا الأفاضل سلمنا مما نغشاه يا الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوصاه سلمنا مما نغشاه بقطبك المعظم النوراني محمد الشهير بالسماني سلمنا مما نغشاه إلى الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوصاه سلمنا مما نغشاه من المدعوي بالأبادر كتب ذوي الأسرار والحضائر سلمنا مما نغشاه إلى الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوصاه سلمنا مما نغشاه هاشم الذي له المواسل بار العلوم بار المحيط ما له السواحل سلمنا مما نغشاه إلى الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوصاه سلمنا مما نغشاه يا مدى الإذن ذي الأسرار تسري بها سرائر الأبرار سلمنا مما نغشاه إلى الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوصاه سلمنا مما نغشاه لسيد أحمد بن علواني والمصطفى البكري وسكماني سلمنا مما
نخشاه إله الخلق يا الله يا من جاء المندوب يا خلصاه سلمنا مما نخشاه كذا قدير حسن المفضل شمس الحقائق كذا الوصال سلمنا مما نخشاه إله الخلق يا الله يا من جاء المندوب يا خلصاه سلمنا مما نخشاه بمركز الأعم بمركز الأفاضل الأعيان حاج عمر أعني به السلطان سلمنا مما نغشاه إله الخلق يا الله يا من جاء المنوب يا غوصاه سلمنا مما نغشاه جاء من له المساعدة في عالم الغيب والمشاهدة سلمنا مما نغشاه إله الخلق يا الله يا من جاء المنوب يا غوصاه سلمنا مما نغشاه قدر بحرك البسيط من سره فلكك المحيط سلمنا مما نغشاه إله الخلق يا الله يا من جاء المنوب يا غوصاه سلمنا مما نغشاه من له الجلال والفضل والشرف والكمال سلمنا مما نغشاه إله الخلق يا الله يا من جاء المنوب يا غوصاه سلمنا مما نغشاه التسوقي قدوة المشايخ قد بذوي الأسرار كالرواسخ سلمنا مما نغشاه إله الخلق يا الله يا من جاء المنوب يا غوصاه سلمنا مما نغشاه ومثل ذا بأحمد الزروق غوث الورى بجاهه المصدوق سلمنا مما نغشاه إله الخلق يا الله يا من جاء المنوب يا غوصاه سلمنا مما نغشاه ومثل ذاك قطبك الأبدال الهرري غوثنا المفضال سلمنا مما نغشاه إله الخلق يا الله يا من جاء المنوب يا غوصاه سلمنا مما نغشاه شيخ عبد الحكيم الجمي كنت بذوي الحقائق الجلي سلمنا مما نغشاه يا الخلق يا الله يا من جاء المنوب يا غوصاه سلمنا مما نغشاه نورك الأوجي ذي الكرامة أعني به الداني ذي العناية سلمنا مما نغشاه يا الخلق يا الله يا من جاء المنوب يا غوصاه سلمنا مما نغشاه بكل باس مركب الولاية يسري به كل ذوي العناية سلمنا مما نغشاه يا الخلق يا الله يا من جاء المنوب يا غوصاه سلمنا مما نغشاه أني مركز الوصال قد بذوي الكمال والإكمال سلمنا مما نغشاه يا الخلق يا الله يا من جاء المنوب يا غوصاه سلمنا مما نغشاه البدوي القطب الفرداني أوجي الكمال هيكل سمداني سلمنا مما نغشاه إله الخلق يا الله يا من جاء المنوب يا غوصاه سلمنا مما نغشاه قد ينسر وما هواه ملجأنا في كل ما نهواه سلمنا مما نغشاه إله الخلق يا الله يا من جاء المنوب يا غوصاه سلمنا مما نغشاه العارف المحقق الزكي محمد الشهير بالمكي سلمنا مما نغشاه يا الخلق يا الله يا من جاء المنوب يا غوصاه الحاكم الذي له المناسب أسراره لسيرهم مراكب سلمنا مما نغشاه إله الخلق يا الله يا من جاء المنوب يا غوصاه سلمنا مما نغشاه من نقص الولي ذا الفضائل أعني به النولي ذا الوسائل سلمنا مما نغشاه إله الخلق يا الله يا من جاء المنوب يا غوصاه سلمنا مما نغشاه أحمد النامي إلى إدريس من قد هوى العلوم والتقديس سلمنا مما نغشاه إله الخلق يا الله يا من جاء المنوب يا غوصاه سلمنا مما نغشاه بقطبك البشرى الذي دوار أسراره في الغيب كالسيارة سلمنا مما نغشاه إله الخلق يا الله يا من جاء المنوب يا غوصاه سلمنا مما نغشاه أحمد الرفاعي من أسراره بحر محيط قد حزق الجانه سلمنا مما نغشاه يا الخلق يا الله يا من جاء المنوب يا غوصاه
سلمنا مما نلكم من الشهير بالعروس وعارف بالله عيد روسي سلمنا مما نغشاه يا القلب يا الله يا ملجا الملهوم يا غوصاه سلمنا مما نغشاه شيخنا الجوهر الجواهري ومنهج العلوم وسرائره سلمنا مما نغشاه يا القلب يا الله يا ملجا الملهوم يا غوصاه سلمنا مما جوهر الجواهر المسونة من قد غدت علومه مكنونة سلمنا مما نغشاه يا القلب يا الله يا ملجا الملهوف يا غوثاه سلمنا مما يا رب يا رحمن يا رحيم يا بر يا حنان يا حليم سلمنا مما نغشاه يا القلب يا الله يا ملجا الملهوف يا غوثاه سلمنا مما نخشاه يا واسع العطاء يا كريم يا دائما النوال يا حكيم سلمنا مما نخشاه إلى الخلق يا الله يا مجال ملوك يا غوثاه سلمنا مما يا خالق الخلق يا رباه يا عون الضعيف يا غوثاه سلمنا مما نخشاه إلى الخلق يا الله يا مجال ملوك يا غوثاه يا من له الغنى على الإطلاق لم يفتقر بكثرة الإنفاق سلمنا مما نغشاه يا الخلق يا الله يا ملجأ الملهوف يا غوثاه سلمنا مما نغشاه يا ملجأ الملهوف يا الله يا من ليس لنا إلا هو سلمنا مما نغشاه يا الخلق يا الله يا ملجأ الملهوف يا غوثاه يا سامع الدعاء يا مجيب يا واسع العفو يا منيب سلمنا مما نغشاه يا الخلق يا الله يا ملجا الملوك يا غوثاه سلمنا مما يا اولا ليس له بدايه يا اخرا ليس له نهايه سلمنا مما نغشاه يا الخلق يا الله يا ملجا الملوك يا غوثاه يا قابل الأعذار يا غفور يا صادق الوعد ويا شكور سلمنا مما نغشاه يا الخلق يا الله يا ملجأ الملهوف يا غوثاه سلمنا مما نغشاه وقنا مع غفران وجد لنا بالعفو والرضوان سلمنا مما نغشاه يا الخلق يا الله يا ملجأ الملهوف يا غوثاه سلمنا مما نغشاه بسر من مضى ومن قد سبق بحق كل من بهم قد لحق سلمنا مما نغشاه يا الخلق يا الله يا ملجا الملوك يا غوثاه سلمنا مما نغشاه لأوبر خزينة البيان بالمشهد الذي له العرفان سلمنا مما نغشاه يا الخلق يا الله يا ملجا الملوك يا غوثاه سلمنا مما كذاك نور الله أحمد من سره مقرر ممهد سلمنا مما نغشاه يا الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوثاه ومثله إخوانه المعظمة لكلهم كرامة منزهة سلمنا مما نغشاه يا الخلق يا الله يا ملجا الملهوف يا غوثاه سلمنا مما نغشاه فبسليمان بن الملكاء صاحب الجلال والبهاء سلمنا مما نغشاه يا الخلق يا الله يا ملجا الملهوف يا غوثاه سلمنا مما نغشاه محمد أخوه من سره ممجد وجيه سلمنا مما نغشاه إلى الخلق يا الله يا ملجا الملوك يا غوثاه سلمنا مما نغشاه نسله كذا وهم سعيد سعيا كذا وصالح مجيده سلمنا مما نغشاه إلى الخلق يا الله يا ملجا الملوك يا غوثاه سلمنا مما نغشاه لابن أحمد أعني زكريا لحسين أعني الملكاء سلمنا مما نغشاه إلى الخلق يا الله يا ملجا الملوك يا غوثاه سلمنا مما نغشاه ثم بسيد مهدي العروس ماذا بالحقائق النفيس سلمنا مما نغشاه إلى الخلق يا الله يا ملجا الملوك يا غوثاه سلمنا
مما نشاء المجتهر عند ذوي الأخبار بموسى الشهير بالأنصار سلمنا مما نشاء يا الخلق يا الله يا من جعل الملهوف يا أوصاه سلمنا مما نشاء يا بأبي القاسم القطب العروسي مرب القلوب والنفوس سلمنا مما نخشاه إلى الخلق يا الله يا من جعل الملهوف يا أوصاه سلمنا مما نخشاه الشافعي وبن نعمان نور الهدى ميذا بالعرفان سلمنا مما نخشاه إلى الخلق يا الله يا من جعل الملهوف يا أوصاه ذلك الذي له الفضائل بحر العلوم ما له سوائل سلمنا مما نغشاه إلى الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوصاه ومثل ذا إمامنا أحمد من سم من سره في علمه قد يشهد سلمنا مما نخشاه إلى الخلق يا الله يا من جعل المنهوب يا غوصاه سلمنا مما نخشاه وبالرافعي وبالنواوي كذا الغزالي وبشعران سلمنا مما نخشاه إلى الخلق يا الله يا من جعل المنهوب يا غوصاه هذه الأئمة المجتهرة في أربع المذاهب المعتبرة سلمنا مما نخشاه إلى الخلق يا الله يا من جاء المنهوف يا أوصاه سلمنا مما نخشاه يا الله يا الله يا من ما لنا رب سواه سلمنا مما نخشاه إلى الخلق يا الله يا من جاء المنهوف يا أوصاه على لما يريد يا نعم المولى ويا شهيد سلمنا مما نخشاه إلى الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا أوصاه يا قديم الإحسان يا محيط يا عظيم المن يا بسيط سلمنا مما نغشاه يا الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوصاه سلمنا مما نغشاه يا حق يا سريع الحساب يا فرد يا شديد العقاب سلمنا مما نغشاه إلى الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوصاه سلمنا مما يا وتر يا حفيظ يا سلام يا فاطر الخلق ويا علام سلمنا مما نخشاه إلى الخلق يا الله يا من جاء الملهوف يا أوصاه سلمنا مما نخشاه اجب لنا يا مولى الخلائق بسر من مضى ذوي الحقائق سلمنا مما نخشاه إلى الخلق يا الله يا من جاء الملهوف يا أوصاه سلمنا مما نخشاه اجب لنا يا مولى الخلائق بسر من مضى ذوي الحقائق سلمنا مما نخشاه إلى الخلق يا الله يا من جاء الملهوف يا أوصاه سلمنا مما نخشاه يا الله يا ملجأ الملهوف يا غوثاه سلمنا مما نخشاه إلى الخلق يا الله يا ملجأ الملهوف يا غوثاه سلمنا مما نخشاه 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 لجميع الأولياء من في البر والبر أجمعين الفاتحة لهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد سلمنا مما نغشاه إلى الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوثاه سلمنا مما نغشاه وجد لنا بالنعم الكثيرة واغننا بالمنن العظيمة سلمنا مما نغشاه إلى الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوثاه سلمنا مما نغشاه وجد لنا بالنعم الكثيرة واغننا بالمنن العظيمة سلمنا مما نغشاه إلى الخلق يا الله يا من جاء الملهوف يا غوثاه سلمنا مما نخشاه أول لنا العمر على العبادة بالفضل والخير مع السعادة سلمنا مما نخشاه يا الخلق يا الله يا من جاء الملهوف يا غوثاه سلمنا مما نخشاه وأنا سلمنا وأجرنا واشفنا وعافنا ونجنا سلمنا مما نخشاه يا الخلق يا الله يا من جاء الملهوف يا
من فتنة الأسقام والهموم والكرب والعناء والغموم سلمنا مما نخشاه إلى الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوثاه سلمنا مما نخشاه وحفظنا من جملة الآفات وفتنة المحياء والممات سلمنا مما نخشاه إلى الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوثاه سلمنا مما نخشاه للأهل والأزواج والبنين ووالد كذا ومن يلينا سلمنا مما نخشاه يا الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوثاه سلمنا مما نخشاه من جملة القريب والأصحاب وجميع الجار والأحباب سلمنا مما نخشاه إلى الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوثاه سلمنا مما نخشاه واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا سلمنا مما نخشاه إلى الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوثاه سلمنا مما نخشاه واسقنا الغيث الذي قد يهطل برحمة منك لنا قد ينزل سلمنا مما نخشاه إلى الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوثاه سلمنا مما نخشاه واجعل به مصححا مدرارا أنبت به الزروع والأشجار سلمنا مما نخشاه إلى الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوثاه سلمنا مما نخشاه وادفع به القهط والفناء وصولة الزمان والبلاء سلمنا مما نخشاه إلى الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوثاه سلمنا مما نخشاه وادفع عنا كل من عادانا وكل من بضره نوانا سلمنا مما نخشاه إلى الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوثاه سلمنا مما وجد لنا برحمة العميمة وأحينا بالنعم الجسيمة سلمنا مما نخشاه إلى الخلق يا الله يا من جاء الملوك يا غوثاه